آخر سؤال بهالفقرة، موقف اضطريت تحمل فيه سلاح لتحمي حالك، شو كان هالموقف؟ إذا هو بيهجم علي. طب قرب يا خي، قرب بس تنعمل صلحة بيناتهم من أول الحلقة. في هيك تنشن، في توتر. روح ما تزعل، سلم عليه، فرجيه انك انت بتحبه. هلا لك، هلا خلاص منروق كبيرنا زافولو. هاي اول حلقه بتحمس القد الجزار وبسلم. خبرنا هلا ايمتى حملت سلاح لتحمي حالك؟ للصراحه مش من فتره بعيده خي، انا بروح من عرس لحفلة بالليل، يعني بتخاف؟ كل حفلاتنا بالليل، كل مشاويرنا بعيدة، مرات بيكون في عنا مثلا عرس بالبقاع بيرجع حفلة لنقول بالشمال نفس الليلة أو ببيروت، حفلات كل أسبوع من منطقة لمنطقة منطقة لمنطقة، أرجع على سرب على الجبل برح أرجع مأخر. لا شك معي خيي ومعي أصحابي ومعي ناس، الا صار شيء على الطريق، مش شو اوف واستعراض يعني. فمسائبه ليلتها كنت راجع بس انا وشخص معي، يعني كنا سياره واحده، وفي سياره طردت سيارتي. طردتكم؟ مش طردت، صارت تكسر علي السياره. وانا لما شفت هذا الشيء تلقائيا، انت بدك تحمل سلاح، حملت السلاح وطيت الشباك، ما فيك ترجع. شو ترجع يعني؟ دور وترجع، ما بك ترجع. إذا في شيء مخطط حدا بباله بأي طريق بلف لك، يمكن يسبقك على البيت، ما بتعرف. فصارت تكسر وحملت سلاح وخرطشت وكل شيء، صرت جاهز أنا. أكثر شيء إذا هو قدامك ما بتقوس يعني، لإلا صار شيء أو هو وقف قدامك شو بتعمل؟ خلص يا قتل يا مقتول يعني. فاللي معي قلت له خفف تشوف إذا اللي قدامنا بده يخفف كمان. قطع عنا هيك شوي، نطرناه، قام كفى طريقه. قلت هيدا يا سكران. يا ما صار الموقف، يا ما كان متوقع ردة الفعل تبعك يعني. الحمد لله ما اضطريت تستعمل، الحمد لله يعني. ان شاء الله ما بنضطر بحياتنا، ان شاء الله ما بتضطر بحياتك اكيد. طيب ماهر، خلصوا اسئلتنا هلا بهالفقرة. بعد في فقرة تمزح معي؟ ايه بعد في بدنا نولعها. يا الله، بس قبل ما نولعها شو بدك تسمعنا؟ منغني غيرك شاب. غيرك، لكن نسمع غيرك شاب ومنولعها بعد الاعلان. يلا